معك ابراهيم نعيد. يا مرحبا يا اخ ابراهيم، تفضل. شيخنا، اولا اريد ان ابلغك السلام من والدي. نعم، اريد ان ابلغك السلام من والدي. عليك وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. ابلغه. يعني يا شيخ معلش، هو سؤال شخصي شويه بس، ايه يعني انا عندي فضول بس. تفضل. يعني سمعت من بعض تلاميذ الشيخ الالباني انك لم تحضر له كبيره يعني محاضرات و نعم، لا ما حضرش له كبير محاضرات، هم ثلاث محاضرات او اربعه فقط. هل انا قلت قبل هذا ان انا لازمت الشيخ ناصر؟ لما قلت ذلك حضرت معه ثلاث اربع مرات في لقاءات متعدده منذ ما يقارب 35 عاما. نعم، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك.